صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. صدق الله رب. في هذا اليوم السعيد من كل سنة بالاحتفال ب3 ديسمبر لليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة، أبت أسرة المركز النفسي بذوي الأطفال المعاقين ذهنيا على مستوى ولاية إليزي إلا أن تحتفل بهذه المناسبة، وخاصة في هذه الظروف الاستثنائية بجائحة كورونا.